انا الزهرة سميتني يا سيدي، ها تنهضر على هاد الوليدات، وليداتنا وليدات الحومة وكل شيء، هاد اللي كسترة ولا شي يقولوا لها مين تيجيبوها، عوجات ولادنا خرجت عليهم ولاو مدمنين ولا طيبوا يضربونا كاع حنايا، وهذا الشيء اللي عطى الله السوق في هاد الحومة. تيكون بنادم ما داير والو، راه حطيت لك نوت ما بخاصمي معايا، مشيت حطيت لك نوت جاو داوك عطاوك عام ونص غصبوك في حياتك، عام ونص ولا عامين ما داير لا بيديك لا بالعود. ايوا هاد الحومه شبيت نقول لك فيها القهره، هاد الحومه مقهوره، لا من ناحيه المخزن ولا من ناحيه البنادم، ولا جيتي تهضري مع شي واحد راه واكل هذاك الفاني ستة ولا سبعة بلعبها بيعقل عليك هو، ها مين تيجيبو داك العجب؟ الله يعلم مين تيجيبوه، اه ما عرفت مين تيجيبوها وليدي. وهاد الحومه شبيت نقول لك عليها، راه كلي خطرات لك في البال كاينه هنا، اي حاجه خطرت لك في البال كاينه. غير حنايا دوك النوطات اللي تيحطوا يديهم على بنادم ما داير والو، وما هذاك الشيء اللي وقفوا عليه ولقاو تياكل الفاني ديتو لقاو تيبيعوا يديه، غير هذوك النوطات اللي تيديو لنا وليداتنا وتيديو لنا رجالنا وتيديو لنا ما داير لا بيديه لا بالعود، تيقول لي اجي انت عندك نوط، ايوا انت ديتيه بهذا النوط، فين هي الادله تاع هذا النوط؟ ما كايناش هذه الادله تاع النوط، تيصدق مدوز فيها عام ونص ولا عامين ولا ثلاث سنين، هذا باقي فيه شي نفع من يمشي للحبس يدوز عامين وثلاث سنين هي في الباطل، غادي يجي يدير ثاني جريمه اخرى وغادي يعاود يرجع للحبس. كاينه هذه الهضره وليدي ولا ما كاينه؟ ايوا هذا الشيء علاش تنهضروا؟ الله يجعل منهم يشوف فينا وحنا تنهضروا على حقنا، والله والحق والو، الحق عند الله، مشيتي كاع مظلومه ما تتسوقك شي حد، تيميلوك ويخليوك سيري تيكون الدم. ايوا علاه لا ولا الدم باقي شي شي حاجه؟ ها؟ تيقول لك سير تيكون الدم، من انت غادي تشكي على حقك وسير تقتليه ولا يقتلك هو يجي ديك الساعات، على هذاك هذاك حكم؟ لا ماشي حكم، ما كاين الحق عند الله وليدي، الحق ما كاين عند هاد الناس، هاد الشيء اللي كاين وليدي.